سلام ربي يسوع بقلبكم. اليوم هو يوم الأحد، كثير بسمع إنه ناس كنا حابين ننام ما قدرنا إنه نروح على القداس وما قدرنا اليوم إنه نشارك بالقداس. طب يا أخوتي، شوف كثير ناس اللي عم بيقولوا هيك، أوقات عم بيشاركوا بالسكي بالثلج، أوقات عم بيشاركوا بالبحر بسهرات قد ما بدكم. مش مشكلة، فينا نروح على الثلج، فينا نروح على البحر، وفينا نروح على أي محل تاني نحن بنحبه. انما نهار الاحد في عده قداديس بتصير من الثمانية وطالع، نحن عندنا القداديس. اذا بدك القداس فيك تروح على الساعه 8 وفيك تروح على الساعه 10، وكل هالامر هيدا انعمل لاراحه المؤمنين. انا ما رح اقول لكم شو الافاده انه تروحوا نهار الاحد يوم الرب على قلب الكنيسه. اول شيء بالكنيسه بتروحوا نهار الاحد حتى تشاركوا بالقداس، بتروحوا نهار الاحد لانه نهار الاحد الاب الكنيسه بيكون عم بيناولكم القربان وعم بتشاركوا بالافخارستيه، وهذا بالشكر لربنا يسوع المسيح. وبنتذكر كمان كيف تعشى مع تلاميذه وكيف اعطانا الخلاص وتاسست يوم الافخارستيه. انما كمان يوم الاحد بنشارك وبنشوف الجماعه اللي مش ممكن نتلاقى فيها كلها بارض الاسبوع، بنشارك بالقداس وبنتشارك نحن والجماعه كمان بالشكر لربنا يسوع المسيح. وين بدنا نسمع الوعظ كمان؟ بدنا ناخذ الارشاد الرسولي اللي بيعطينا اياه الابونا بالكنيسه، هذا الارشاد اللي كمان بفيدنا على الاسبوع كلياته، على كلياته، تفسير الانجيل كمان نهار الاحد نقدر ناخده بالكنيسه من الوعظه اللي عم يعطينا اياها الخوري اللي بنستفيد وبناخذ الغذاء الروحي. نهار الاحد اخوتي يعني يوم الشمس، يوم النور، ويوم النور يعني يوم ربنا يسوع المسيح اللي هو صارت الشمس اللي ما بتغيب، الشمس اللي ما بتموت واللي ما بتنطفي. ويوم الاحد تاريخيا بدي اقول لكم انه بلش مع القديس قسطنطين، مع الملك قسطنطين، واول يوم احد اذا بتحبوا انه تعرفوا كان ب 7 اذار سنه 321، يعني قبل سنه 321 ابدا ما كان في قداس نهار الاحد. الملك قسطنطين اعطى ب 7 اذار سنه 321 يكون في اول احد عطله رسميه قبل ما كان في اي شيء، يعني قبل 320 سنه 21 سنه ما كان في اي شيء من يوم ميلاد ربنا يسوع المسيح للاحد 321 ب 7 اذار. خيي واختي اللي عم تسمعوني، الله عطاكم كل حياتكم وعطيكم كل ايام الاسبوع، هواياتكم بتعملوها، ما بتقدروا تعطوا لربنا يسوع المسيح ساعه بالاسبوع؟ ربنا طالب منكم هالساعه نهار الاحد كل هواياتكم. اللي بيحب الفوتبول بيحضر اكثر من ساعه، اللي بيحب يعمل سكي بيروح اكثر من ساعه وبتقضوا ايام، والهوايه تبعك بتحضر التلفزيون اكثر او الفيلم بياخذ كمان اكثر من ساعه. الهوايات اللي عم تعملوها اللي بتاخذوها انتم يا اخوتي وبتحبوها بتاخذ منكم اكثر من ساعه. ما عدا اذا ربنا اللي اعطاكم كل حياتكم وكل عمركم واعطاكم السعاده واعطاكم الدفء واعطاكم الحياه الابديه بتقدروا تفرغوا له ساعه بهالاسبوع. نهار الاحد صباح، نهار الاحد صباح المحبه، صباح المحبه والحب، لانه فيه بتتلاقوا بربنا يسوع المسيح بالقداس، القداس اللي هو الاعلان المتبادل بين الله وبين الناس بحب ما بينتهي. سلام الرب يسوع معكم، ناطركم بالكنيسة.